هذا المكان ما كتير معروف من السياح، لأن ما فيك تركب على الفيلة ولا رح تشوفهم عم يعملوا عرض بسيرك وينضربوا ولا مربطين بحبال. بالعكس، هدول الفيلة منقذين من الاضطهاد، وانت بتروح لتعتني فيهم، تطعميهم، تحبهم وحتى تغسلهم، وكل هالشي بالطبيعة اللي عايشين فيها بمكان مفتوح وبعيد عن صخب السياح وهجوم 100 شخص على فيلين ليركبوا عليهم. هالمكان مو متعامل مع أي وكالة، وأساساً عندهم بس 3 فيلة. لما تروح بتدفع 1000 بات، واللي بيشتغلوا هنيك بيستخدموا هالعائدات ليطعموا الفيلة ويعتنوا فيهم، وأول ما توصل بيستقبلوك بحفاوة وبيضيفوك مي بعد هالشوب على الطريق، وخلال فترة وجودك بيضلوا عم يجيبوا لك أكل حتى تمل، وتضل تطعم الفيلة وبيضلوا ياكلوا. إيه، لأن طلع الفيل بياكل بين 200 و300 كيلو يومياً، وبس تخلص بصير دورك انت تاكل. بيجيبوا لك صحن فواكه يمكن تلاقيها بغير بلاد، لكن طعمها مستحيل تلاقيه الا هون. ولما خلصنا اول صحن جابوا لنا واحد تاني. الحكي طويل كتير وما بيخلص، لكن باختصار ما تخيلت الفيل ابدا يكون بهالروعة. هي كانت اول مرة بقرب منه، وما توقعت ابدا اني يحبه ويحبني وحتى يعانقني. تجربة بتتمنى تقضي سفرتك كلها فيها. فلو كنت بتايلاند بلد الفيلة وحبيت تزور هيك مكان، ما في إلا شرط واحد، وهو إنك تعامل هالفيلة بكل حب.